خوتي العزاز، تبارك الله عليكم. كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين. كنشكركم بزاف بزاف على متابعتكم معايا في القناه، بارك الله فيكم. خوتي العزاز، حنا اليوم كنتواجدوا في منطقه ديال طنجه الباليه في الثانيه. غادي نحاولوا الاخوان نشوفوا اليوم واحد البقعه ديال الارض اللي هي المساحه ديالها 100 متر، عندها جوج ديال الفرشاطات اولا شوكه. الاخوان عليكم الا باشتراك في القناه وفعلوا الجرس باش اي فيديو ان شاء الله غادي يوصل لكم. حاولوا تبارطاجوا الفيديو مع العائله ديالكم والاصدقاء ديالكم باش ان شاء الله كلشي غادي يستافد. غادي نحاول نصور لكم المحيط ديالها باش تعرفوا فين كتواجد بالضبط. من بعد غادي نمشيو ان شاء الله تنعين المكان وغادي نشوفوا البقعه بالضبط ونعطيكم جميع التفاصيل الاخوان. والبقعه ديال الارض راه بالرخصه ديالها كما قال لي السيد، راه دافع على الرخصه والرخصه غادي تكون موجوده ان شاء الله في القريب. وغادي ننزل لكم النمره ديال المول الارض وتواصلوا معاه مباشره، غادي يزيد يعطيكم معلومات اكثر. بالنسبه للبقعه ديال الارض الاخوان كتواجد هنا في هذه المنطقه هذه كما كتشوفوا، واخا منطقه باقي خاويه باقي ما عمراش، لان انتم كتعرفوا بالنسبه للارض راه كامله مفصله وكامله مبيوعه، وراه كل بقعة عندها مولاها كيتسناو غير الفرصه ديال البناء اولا الفرصه ديال الرخصه. وانتم كتعرفوا راه البناء مؤخرا كان شويه مزير، ولكن دابا ان شاء الله غادي يكون خير كما سمعنا مؤخرا، غادي يكون خير ان شاء الله. والله يسهل الجميع. كما كتشوفوا واخا كاينه هاد الغابه كاينه هاد ياخور، ولكن الانسان ملي كيبني راه كيحيد كلشي، كتبقى تكبر المدينه شويه بشويه بشويه. انتم كتعرفوا كما كتشوفوا راه قريبا الجامع حداها، والبناء راه داير بها شي من تحت شي من فوق شي مع الجنب كما كتشوفوا. بالنسبه لطنجه الباليه المدينه اللي هي بلاصه اللي هي مفجه ومزيونه وقريبا للبحر وقريبا جميع المرافق العموميه كلشي حداها. كما كتشوفوا راه كاينين تجزئات اللي هما خدامين فيهم اللي جاوا في المحيط ديال طنجه الباليه. هنا انتم كتعرفوا تبارك الله طنجه دابا راه كتكبر بزاف وراه كلشي كيتجه لطنجه. وبالنسبه للاراضي اللي فيها ساويه، الارض واخا كتكون غير الخلاغي خارج المدينه راه كتكون ساويه الفلوس. انتم كتعرفوا الدراويش راه ضروري كيخرجوا النواحي ديال طنجه، لان في السونتر ديال المدينه اولا اللي قريبه شويه للمدينه راه الاراضي غاليه بزاف بزاف، والدرويش ما يقدرش يشريها. هذاك الشيء باش كيخرجوا من المدينه باش كيجبروا واحد الثمن اللي هو باقي شويه مناسب في الاستطاعات ديالهم. هذا الشيء اللي كان الاخوان. بالنسبه للبقعه ديال الارض راه كتواجد هنا بالضبط فين واقفين حنايا دابا، ولكن انا غادي نحاول غير نشرح لكم وغادي ننزل لكم الكروكي باش تفهموا، لان هنا ما تقدر تفهم والو، لان الارض مفصله وعندها البلان ديالها كانوا دايرين رجمات، ولكن الرجمات راه كيحيدوهم انتم كتعرفوا العواول وكيحيدوهم، ما كتبقى الارض ما عندهاش الرجمات ديالها. ولكن ملي كتوقف على المعقوره كيجي المهندس اللي فصل النهار الاول، راه هو اللي كتكون عنده مصوره ومسجله عنده، هاي كتعطي له الكروكي راه كيجبد لك البقعه ديال الارض بالمسائل ديالها كامله. انتم كتعرفوا الاخوان بالنسبه للبقعه ديال الارض راه فيها جوج ديال الفرشاطات، عندها فرشاده الزناقي صغار، الزنقه ضرب 4 4، جوج الواجهات 4 على 4، وجات شوكه كما كتعرفوا. وكما كتشوفوا طنجه الباليه تبارك الله راها بدات كتكبر، كما كتشوفوا راه العمارات والتجزئات والبناء بدا كينتشر فيها، وراه طنجه كامله ماشي غير طنجه الباليه، راها طنجه الباليه واحد الجزء صغير من مدينه طنجه. كما كتعرفوا راه البناء تبارك الله راه موجود، والطريق اللي كدي اتجاه ديال مغوغه اللي فتحوا جديد كما كتشوفوا. وبلاصه هنا الصراحه جات مفجه الاخوان، هنا جات عاليه ومفجه بزاف. هاد البلاصه هادي سميتها الثانيه اللي هي معروفه في طنجه الباليه. انا كنحاول ننوع لكم انواع ديال العقارات اللي هما كيتواجدوا في طنجه اولا في النواحي ديالها، وانتم كتعرفوا حنايا راه كل واحد وشنو كيبغي. كاين اللي كيبغي الاراضي خوتي العزاز اللي بغى هاد القطعه ديال الارض مولا، راه كما قلت لكم راه موجود، راه ساكن تما، وكما قلت لكم راه قال لي دفعت على الرخصه. غادي نحاول ننزل لك النمره ديال مول الدار، مول الارض، تواصل به وغادي يقول لك الثمن وغادي غادي تفاهم معاه الله يجيب لك التيسير. هادشي اللي كان الاخوان،
حنا كنديرو غير السبب والكمال على الله. بالنسبه للمنطقه، المنطقه مزيانه، جات عاليه هنايا وقريبا الاتجاه ديال البحر، وصراحه ملي كتخرج من هاد البلاصه هادي كتهوف ديك الهبطه ديال حومه الواد، سميتها حومه الواد، كتخرج ديريكت نتا جالباليه، راه قريبه، عندك 5 دقائق انت في السونتر كما كتشوفوا. بالنسبه للأدرة داير بها البني كامل، والأدرة الاخوه الملكيه، عند الملكيه ديالها، وعند الملكيه ديالها، وعند الكروكي ديالها، مسائل ديالها كامله قانونيه. غادي تفاهم معاه في التمام، غادي تمشي معاه عند العادل، غادي تكتب معاه، تعطي له رزقه، يعطيك الواغد ديالك، والله يجيب التيسير. هادشي اللي هذا هو البيع والشراء اللي بين الطرفين، كتبقى غير المفاهمه بيناتكم. الا انت عجبك الموقع، الا كنتي ولد المنطقه، اولا كتسمع على هاد المنطقه، لان كاينين الناس عارفين المنطقه بلا ما نخويا كيشوفوا فيديو، عارفين المنطقه شنو ساويه وشنو فيها، فهمتي. وكاينين بزاف الناس باغيين يشري هنايا، لان كل واحد كما قلت لكم، كل واحد واش المنطقه اللي كتعجبو. شحال واحد انا راه كيعيط لي على طنجه الباليه، شحال واحد كيعيط لي على الكزنايه، شحال واحد كيعيط على الشراقه، كتكون ما كايناش على البال ديالي، كيعيطوا على شي بلايص اللي هما انا كاع ما كنفكر فيهم. وهاد المنطقة هادي منطقة مزيانة، بزاف الناس كيبغيوها، لأن منطقة قريبة للبحر ومزيانة. أنا نحاول نوري لكم الخرجة ديالها، بقاو مع الفيديو الإخوان وغادي تعرفوا الخرجة فين وصلت، فين فيها توصل، وإن شاء الله ما يكون غير خير. وهادشي اللي غادي نقول لكم الإخوان، وشكرا لكم بزاف.